أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، بالأمل تستمر الحياة، بالأمل تقدر تكسر كل القيود، وتتخطى كل الأعقاد، وتواجه كل الصعاب. تحديات كتير بتواجه أصدقائنا من سوى الأرض، لكنهم بيقدروا يتغلبوا عليها، ويواجهوا الأعقاب كل شجاعة وعزيمة وصرامة. ثقتهم بنفسهم وإيمانهم بقدرتهم الخاصة أكبر دافع ليهم لتخطي كل صعب ومواجهة كل إعاقة. الإعاقة الحقيقية إعاقة فكر وليس جسد.